طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا من الكنيف ايه؟ ايوه صح احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجن دي كلاتو. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي؟ لا لا يا بابا. حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه. قولي ليه؟ ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني كنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب والله ما يرضى بالهدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه ناهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. وان يا هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت. ايوه. انا اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العيم ده ادعوا له. يخرب بيت ابوه. كمان ادعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده. ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يدومها عليك نعم يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نكتب بكل اللغات. هنكتب بكل اللغات. هنكتب بكل اللغات. هنكتب بكل اللغات. هنكتب بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلم الاشطر. الاشطر مو ده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. ايوه وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. ايوه يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب ال كده. لازم نبقى مهزئين. ايوه عشان عشرتين عشرتين بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. انا ما بستناش اللي كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط ده. ما يصحش طبعا. يلا بنت جرمش. يلا عايز ايه يا بنت؟ انا فتحي. ايه ده فتحي؟ طب مش كده؟ طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه خد راجل بره. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقية. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟
تعملوا ايه؟ طب ده انت لازم ولا بد تتغندع وتبنجي قدام اهل البلد كلمتها. ايش حال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بابا ليه زعبدي؟ وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراي كل ده رجل عظيم لحنيه. الله قولي يا سيلبي. ايوه. هي ايه اللحبيه دي؟ عمال تقولي لحبيه لحبيه، شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادلي بك الا اللحنيه بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانه بيك قد ايه؟ رقص وبغنه وبزيكه. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البس العبيط البنت دي ولا ايه؟ بدك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل ارجوز. ايه ده؟ البطل؟ ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياة ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار الهدوم دي غير هناك. لا 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 انا عايز حته تانية مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه في الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير كده. لا لا مش من مقام. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عند بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد دي كلها. والله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احمد هيبنا لا سهل على شرك شرك. حلوه يا اخوي. خبريه البطل واحد يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. يا بطل يا حبيبي يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. أنا جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدك. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك. الله يخليك يا رب. البيض يا بت. البيض يا بت. البيض والذبايح والهبر والطعميه. انا ما بحبش العجه يا عمده. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا نعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا ما بحبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا. ما بحبش ايه النزعه بتقول ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الراس والمزاج والسهرانه. دوري يا مسيكي.
طبق المامور خليك تاخنا منور ألمي أتاخد ليك لا يا جميل لا خليك يا والي شفت قلبت جدك حاسس انه روحه لبساني انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك يا عسل بموت فيك وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني عاتب والله والله عاتب عايز اشوفك بعد الكنيف تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف مالك بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني الليله الليله يا عمده ايوه ايوه الليله الله يحزك يا ميه تدري ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم طيب يا عمده يا اهلا 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 يا زعيم اهلا بك يا عمدتنا منور والله الله يخليك الله يخليك الله يخليك والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل ببي يعني ايه ببي يا زعيم ايه يعني ايه ببي يا زعيم ببي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا ببي خلاص وصلت وصلت عرفت دي عايز اعمل الحمام يعني حمام أيوة. يا أيوة. فتحية يا ستي فتحية انت يا بنت يا فتحية وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس أيوة. الحمام ها ايوه انا الزعيم الزعيم رايح الكنيف الزعيم حيخش الكنيف اتفضل بعد اذنكم يا رجاله اتفضل يا زعيم واد يا علوان امر يا عمده هريسه متامن يا ولد امان الامان يا عمده حط في بطنك بطيخه صيفي طب ورقتك ده يا فم منور يا جناب المأمور امال يا حضره العمده هو احنا لينا بركه الا جناب المأمور دول قولي الامر برضه قولي الامر ايوه ايوه يا شيخنا احنا يا فتحيه انا اطلع لهريسه ازاي هقول لك بس خلي بالك بالدياني دبانه في كتفي هيسرقوها دبانه ايه يا سليب بالديانه الديانه بتربصين له في كل حته خليك بستحرص ايوه خليني بستحرص شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت السلم السلب اهو ده اللي جنبه ده هتطلع في البين في شبال في البين شعبان معذور يا حبيبتي ما هو اللي يتجوز واحدة زي القمر زيك لازم يتجنن ويكلم الحجر على خيرة الله هتوحشيني قوي يا لولا بصي عليك وعلى منظرك قلتلك يا عبد الله قلتلك يا حبيبي قلتلك الشغلانه دي مش بتاعتنا ولا شبهنا ليه كده شغله التكاتك دي مش بتاعت اي حد بتاعت العيال اللي تسلك
يعني يما هو انا كنت لقيت شغلانه غيرها ولا عاجبك قعدتي في البيت زي الولايه وانا شايفك شقيان عليا؟ صعلك يا عبد الله، وانا اشتكيت يا ابني، ما هي مستوره والحمد لله. من غير ما تشتكي يا ام عبد الله، ما انا شايف بعيني خروجك كل يوم من صباحيه ربنا وراجع اخر النهار مش قادره تصلبي طولك، فقلت اساعد باي حاجه واشيل حملي من على كتافي. وانا كتافي اشتكيت يا ابني؟ انا كتافي اشتكيت يا عبد الله؟ يا واد انت عبيط، هو انا طلعت من الدنيا دي الا بيك يا ولا؟ ده انا عندي استعداد اقعد اشيلك العمر كله. الله، اللي قول الدكتور قال لك هتشيل الهبات ده امتى؟ قال بعد 10 ايام كده تقريبا. طب بقول لك ايه يا واد يا عبد الله، العيال اللي هم اعتدوا عليك دول من المنطقه هنا يعني تعرف تميزهم؟ لا، اول نوبه اشوفهم يا ام عبد الله، بس اقدر اطلعهم من وسط الف، بس هم يمسكوهم. هي في وسط الايام السودا الهباب اللي احنا عايشينها دي، حد يمسك حد من حد ولا حد يفرق حد من حد؟ الحمد لله على كل شيء. او ما اعمل لك ارنبيه كده ترمي بيها عظمك، بس والنبي حلوه برضو كده. وانت يا اختي، يا اختي عرفتي تربي وتكبري يا بنت. ربنا يخليكي ليا يا ام. في بيتك سرق دبابة؟ لا مؤاخذة يا أم عطاط، تفضلي يا أم عطاط. الباب في دماغك. أهلا قطاطة هانم. قطاطة هانم؟ شكلها ليلة مش معدية. أنا عايز أفهم إيه اللي أنت عملتيه بالظبط في السجن ده؟ إزاي تخش عليا في اجتماع كل الضباط اللي فيه أكبر واحد فيهم بيعظم لي؟ تتجننتي ولا ايه؟ ولا فاهم ان احنا خلاص بقينا اولاد خاله وانت بنت سلفتي؟ مجنونه ولا ايه؟ ولا باشا ولا بيه، انا عايزك تفهمي كويس قوي، مش معنى ان انت بتباتي مع حفيدتي هنا ان انت بقى ليكي وضع خاص، لا 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 لا، انت مجرد سجينه زيك زي اي سجينه موجوده في سجن، واضح ولا لا؟ ايوه. انا في شغلي ما عنديش عزيز. النبي باشا انا كنت نعم؟ بتقولي ايه؟ انا عايز اوضح لك، عايز كنت فاهم ان انت دماغك بيوديكي والسحر والشعوذه اللي انت بتعمليهم دول ياكلوا معايا. لا يا حلوه، ما ياكلوش معايا خالص. انت حته بني ادم لا راحت ولا جت. يلا قدامي. بتوزع العيب للعريس انت كده؟ بطمن عليك. يلا اجري يا بجماعة. خلي بالك من نفسك. الو بكير، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. هي قطاطه فين؟ ايه ازاي يعني من نص ساعه؟ لا لا مفيش حاجه، اكيد اكيد. طب بص انا هشوفها وابقى اطمنك. ماشي، متشكره قوي. من ساعة ما وصلك الصوت بكير بدور عليكي. قطاطة، مالك يا قطاطة؟ انت زعلانة؟ طب في حد زعلك في السجن؟ طب بره السجن؟ طب مالك بس قولي. طب مين زعلك؟ أنا؟ عواطف؟ جدو؟ جدو زعلك؟ منك مدلني، منك مدلني. طب ما تعيطيش، انا داخلالك. انت دخلت هنا ازاي؟ قطاطة، انت
تصدقي يا طاطا اول مره اقعد هنا. دي دمك تقيل قوي النهارده. طب انا زعلتك في حاجه؟ طب ممكن تزعلي من كل الناس الا انا؟ طاطا خلاص خلاص خلاص. مش انا حلمت حته الدين حلم بالليمبي؟ اسمعي بس، ده كان سوبر هيرو. الهيرو النبي طلع فرافيرو؟ فرافيرو ايه؟ بقولك سوبر هيرو. ايه سوبر هيرو ايه؟ سوبر سوبر خير، اللهم اجعله خير يا قطاطة. خير. حلمت ان انا ماشية في الصحراء لوحدي وتايهة، لقيت قدامي ميوة شجرة. دي عدو الشجرة دي عدو؟ مخدي بالك وانت بس في قلب الفيلا. متعرف ان العدو ده يبقى جدك. قربت بقى لغاية الشجرة مزروع، ولقيتها شجرة فراولة. فراولة نصرة نصرة والنبي كملي. مديت ايدي باخد فراولاية مزروع، لقيتها بتقولي بتقولك ايه؟ عايزة تنزل الخلاط؟ لا يا قطاطة. امال ايه؟ لقيتها بتقولي بصي وراكي. مزروع اكيد بقى سواء النقل اللي جاي يسيب النقله بتاعت الفراوله ويطلع على سوق دامور. سواء ايه بس؟ اسمعيني يا قطاطه. مزروع بصيت ورايا لقيت الليمبي جاي على حصان احمر. ده فرج الحصان الاحمر في الحلم يبقى فرج. كملي. بعدين لقيته ماسك في ايده سيف. لا كابونجا. لا دبابه. لا امال ايه؟ سباطه موز. سباطة موز؟ موز؟ ليه بيجيبوا الموز؟ خلي بالك خلي بالك، جبت الموز ده مش حلو في المدام وبيبقى مغرز معمول لبني ادم موعد الزحلاق في عم البنت وانت ماشيه. كملي. هو يقشر لي الموز ويأكلني وانا اديله فراولاية، هو يأكلني وانا أكل، هو يأكلني وانا أكل. انا وانت كنت دايما قاعده ولا ايه؟ ايه بدل الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا اختي اهو كلام نسوان تحت السلم، هنقول ايه؟ طب يلا اسمع بلعب معاكي. طب ممكن بقى تحكي لي بجد اللي دي حصل ايه؟ اللي حبيبي اهو جاي اهو ماسك الموز والفراوله في ايده، هتحطها واضح حتى نسيته. مع يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان حريصة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر وان مينيت. يموت أرنوت يموت ليست هي المشكلة، لقد أخذ منا الماني. الكورونا عند هاف كورونا عند ربع كورونا حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعاً بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها آخذه لنفسي. أقصد آخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن
من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ سلم بي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا. هيا. اذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز ماشي. جد هريسة. جدو. سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملعون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا بجد فازر دول بي. أنا من عائلة. أنا اللمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا اللمبي. What do you say؟ يا عم ألفيس بريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر يا هاتي. انزل. هذه ايه؟ هذه الدنة الحمراء. يا للروعة. يا للجمال. اخي انت بتقلقني منك ليه؟ وماله؟ الذبابة الحمراء. ايوه سر العائلة. ايوه ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه؟ كينيا ولا تفاضل؟ تفاضل؟ ولا خط الممبر؟ ممبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ انت فتحت في الدراع عشان تسرقوا مني دي. وانا دكتور انا مالي عملت ايه؟ انت ذكرت الاعضاء؟ نعم. انت بتتاجر في ذكرت الاعضاء؟ اعضاء مين؟ ايه اللي انت معلقهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ ده انا مش عايز جلوكوز. انا عايز سوبيا. سوبيا ايه؟ ما انت بدل ما عايز سوبيا. عايز سوبيا؟ او خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر جندي مين؟ وانت اللي حاطط عندك بدل يا عمر. فين لميس؟ يا عمر؟ ايوه فين لميس؟ لميس انا كلمتها وجيالي. لميس. الله. انا عايز لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين؟ ما انت بتنيلي قاعده اهو زي القرن. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ نموذج يا حبيبتي يا عزازه نموذج. عامل ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. جملي حاطين لي الابره في دماغي. سلامتك. حاطين لي الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جد. حبيبي تميقني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. انا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامه يا ميسو. ميسو. كيف عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليكي. عملوا فيكي ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليكي. انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجي لك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه شوكولاته. شوكولاته؟ اه والنبي؟ ايوه حلوه قوي حبيبتي. مين هيخليك ليا؟ ويدلعك ويسجنك ويعطاك وياخد الحلم يحط يا بطة ياخد الحلم يحط يا بطة أم 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 أم. خلاص دلعتيني وهنمتيني بقى. إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ هيكون إيه يعني غير الحدوتة؟ يلا حدوتة؟ بنت إيه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي أهو جاي لك أهو وزي ما قال كلوكوس. الحنية بتاعت الحية. انا اطلع لهريسه ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليب بالديانه؟ الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده اللي جنبه ده. ايوه هتطلع في بيت في شباك. ايوه في بنتك
في شبال، في فوق، في تحت، في بطلة، في البيت، في شبال، في فوق، يلا 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 في تحت، يلا في تحت، يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنانا في البخت ده اللي اسمه لمبي، واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلم وكل وقت وله أداة، واللمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراك يا علي؟ إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من اللمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الاصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا، لو ربنا كرمه وقام بسلامي لاذبح جدي واوزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز الكنز سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه صابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلام. تمام. ده انا دغدغتكم كلكم، انتوا بتضربوني؟ عايز ان انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا هضربك لو ريحك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت احنا ايه يا داخل الفعطر؟ اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدقي اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني بينهم. قول لي انا خاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزيك يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت مفيش اي تمييز؟ مفيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز
بحضر فيه هنا ودن وحنان، يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الهولك، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعينا بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتش. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني اني. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما هعتقك، وإن كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أني هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة، اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأني هعمل إيه بالعقل؟ أني عايز الكنز. أيوه كده صح يا عمدة، الكنز. وإنت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس إنت هلا وحط بلغة في بقك. إحنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر، واني عمدة الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم، وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمدة. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمدة انا بخاف منه. خاف خاف يا نغة، افتح الباب يا خيخة. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريس. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه وفهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني اني اني ايه ده؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيرة. اسفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزق. انت واهلك اللي هدوء وعيلة واطيه. ولا علوان طخ الواد ده عيارين قاعدين الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ بتجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه، ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاث يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أني بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكم بسنانهم ويقطعوكم نساير نساير. ولا علوان
استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان احس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل يلا بس تعالى. صلي عليك وتهي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على السلامة يا سعيد. سلام عليك. الحمد لله على سلامة يا نبي. ألف سلام عليك. خليك أنا خلاص تمام. محدش يجي تاني. أنا خفيت. أنا خفيت خلاص. بطيلة يا أختي أنت وهي. يلا وروني عرض كتافكوا يلا. ماشي يا فتحي. مع السلامة يا أختي. يلا يا أختي. يا هلا. وأكبر. ولا بقى يلا برا حيوانه منك لله يا دقدق برا حق يا هاني. سوري يا مستر دقدق ما تقلقش خالص. اتفضل اتفضل حقك هتاخده عشان البنت دي نصبت عليك. عارف نصبت عليك وهي شغاله في البيت ده ودي كارثه لان البيت ده معروف عنده انه قلعه قلعه الحق والمستحق. بجد مستر دقدق احنا بجد متاسفين. وير فيري سوري. خلص يا هاني عايز حق فلوسي. اه اكيد حقك هتاخده. الله يرحمك يا أنا. تعرف يا أسطى عمر ما كان في نصاب ممكن يهوب ناحية البيت ده طول ما هي عايشة. طبعا هيهوب ازاي ده؟ كانت شديدة قوي كانت قاسية. الكرباج ما كانش بيفارق ايديها. تصور حتى الخيل ما رحمتوش. كانت تفضل تنزل في ضرب ضرب ومن كتر الكبت والقهر خرج من الاسطبل وخرج عن شعوره ودخل هنا في الهول في الحته حضرتك قاعد فيها دي بالظبط وفضل يدوس عليها ويهرس فيها لدرجه انها لزقت في الارض. كان منظر بشع هنا بالظبط في الحته دي. كان منظر بشع بشع. ومن كتر ما لزقت فضلنا نكحت في الارض نكحت فيها كده لغايه ما دفناها في الاسطبل اللي ورا. الله يرحمك يا انا. الحقيقه الخيل ما غلطش. المهم دلوقتي هانم البرادس ولقت لك عواطف واطفينها في الاسطبل. لا عواطف دي خلاص طردتها. حضرتك يا اسطى تحب فلوسك كاش ولا تشيك؟ كاش متينات شال حيز يعني. اه اوكي شور ثواني وتكون عندك. اي ميس يو انا. ده اكيد صورتها بعد ما الخيل هرسها. ربنا يكحبك يا شيخه بطرح ما روحت. ايه السحنه دي؟ فوكس كمان النور قطع. عفريت العب والسماع عفريت والنبي يا رب والنبي بتزوني والنبي بتزوني العب والسماع. ايه رايك في شرفي؟ والنبي بتزوني والنبي بتزوني. ايه اللي جابك هنا عندنا مننا؟ والله انا كنت جاي اخد حقي. والله جاي اخد حقي. جاي تاخد حقك كداب كداب. والنبي العفو والسماع والنبي عايز امشي من هنا. انا عايز امشي من هنا والنبي عايز امشي. يا دكتور يا ابن المستكة يا دكتور يا ابن المستكة يا ابن حكالاتك متفبركة. جاي بالخير ولا بالشر؟ جاي بالخير جاي بالخير والله جاي بالخير جاي بالخير. كدا بطل لا قدامي قدام النهار ده. انا جاي بالشر والمصحف جاي بالشر والله جاي بالشر. ايه بس انت جاي بالشر. لا صلاة أمانة كنت جاي أنصب على عواطف ابنها. أنا عايز أمشي بقى. مش أنت اللي بتقول إنه أستاذ عماد أبو نور بس ده حقيقي؟ والله نصور والله نصور والله نصور. محكمة الجن هي الحلول وهتفسر المحكوم ويا من بعرض من بيت بعرض بيهن بعرض مدام 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 مدام
وجيت لما وجيت 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 شفت اللي خليته مع خايف ازاي؟ ربنا يخليك يا قطقوطة. خد يا موقوطة الوصل بتاعك اهو هرجع يا حاجتك بقى. الحمد لله ربنا يخليك ليا وما تحرمش مني. ايه ده نور اتقطع بجد؟ يا مامي 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 يا شفت انا خديت دودو ازاي؟ دودو ده كان بيرفس وقعد بالعجل وعمل ولي 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 وكده وفاهمني كان خد تيجي خد جدك؟ لا اقول ده بيتخض لا حرام لحسن يحصل له حاجه مع ان انا نفسي اشوفه وهو مخدود ما اجوع عارفه يا قطاطه؟ ان شاء الله لما ازمتك دي تعدي على خير هتبقي معايا هنا على طول نعم كده وانا كده ليه؟ ولا كده هتقعد مفيش حاجة؟ أنا عندي حالي ومحتالي. إيه حالك ومحتالك ده؟ أنا عارف يا أختي أنا سمعتهم بيقولوا كده. قطاطا هو أنت أهلك فين؟ يعني ما عندكيش عم أخت أخ؟ أنا اللي فاضلة في العيلة. يعني ما عندكيش أنا الوحيد اللي فاضلة في العيلة، كل العيلة ماتت. أنا بس اللي فاضلة، مش عارفة ليه. يعني ما عندكيش حد خالص يا قطاطا؟ لا عندي. طب مين؟ أنت يا لموسة. يا حبيبتي يا قطاطة أنا كمان بحبك قوي والله وبتصعبي عليا أنا مبسوطة إن كل عيلتي ماتت ومفيش حد يحكمني ولا كاتب يقصرني أبقى كده أنا حرة أنت شفت الفيلم بتاع الحرة؟ أه شفت بتاع نور بن حمد العزيز؟ شفته شفتيه كان فيه معاه مين البطل بتاع الفيلم؟ لبنى عبد العزيز؟ أيوه أيوه شفته متفقين ساكن طب بقول لك إيه؟ أيوه يلا احكي لي بقى أكيد الفيلم بتاع لبنى عبد العزيز؟ لا حدوتة الليمبي الليمبي؟ امم بس يا أختي احكي لي لما أختك الليمبي قال يا وليدي يا دموسة نعم هو اللي ممكن يسألك سؤال كده شخصي؟ اسألي هو اللي بتطلبيني اللي عندك في عم البيت عشان خاطر أخي حدوتة ولا ليا شخصي؟ إيه ده لا طبعا يا قطاطة إزاي تقولي كده؟ عشان الحدوتة طبعا انت بدي تضحك عليا بس معاك يا قطاطة انا بحبك قوي انت وهو انت وهو مين؟ الليمبي اه ما هو الليمبو جاي هو وجاي بعيد ودوده عند العزيز قول له على الكنز بقى يا عمو بقى ما ينفعش اقول لك الا واني بموت حاضر اهو يا حبيبي يا عمي قول لي بقى فين الكنز يا أفندية يا أفندية يا هضبة أفندي هريسة أبو الليف بيودع وعلى ما أظن إنه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريسه الوحيد وريسه الوحيد؟ مين؟ الليمبي أفندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد يلا نشلل وابوري جتا وهتت ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب راي على فين؟ ده فضل يستلف النص ريال والخمسة بيد لغاية لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا إيه اللي بتقوله يا هباب الطين أنت؟ يعني إيه يا أفندية؟ هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز أنا عندي فكرة احنا نروح كلنا كده بربطة هضبة فندي ونكتم على أنفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين ايه اللي بتقوله ده يا احباب الطين التراخر يعني ايه نهجم عليه ونكتم على أنفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس أبيض ما هنعمل ايه دلوقتي يا هضبة فندي يا أخي فزعتني يا أخي إيه ده يا مصور أنا عندي الحل يا ابني أكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريسه الليمبي فندي يا سلام كلامك كشك ألماز يا هضبة فندي كلامك رائع يا هضبة فندي أي نعم يا هضبة فندي يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بيه علشان نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخد الكنز لوحدي ايه قصدي يعني اخد لوحدي وارجع اقسمه عليكم والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز الليمبي
مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطم رقبته؟ اللي يا فندي. اذا يلا بينا يا فندي. على فين؟ يعني هكون رايحين مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للمبي. يلا بينا يا هضبة يا فندي. كنت فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز هو بتاع الكنز. الباب هناك اهو. اوهو لمبة فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سموه سميرة انشي؟ لمبة فندي انا انشي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح؟ انا هطلع امشي بقى، اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي. يا ست اسمعيني، لا امالي ولا حناني، انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، ده في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوكي البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبة فندي. ايوه انا اشعر بالوحدة. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده. ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى. مش كده بقى الحالة. لا بص ده. طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيلة بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روح يا علي، روح يا علي، دافع عن حبك لآخر مدى. لازم نجاهد في الحياة بقوة ونشاط. إذن فليكن. تعال هذه الفتاة بقى انشي هقدم لك علي. علي ده واد كفاءة وعلى حق واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض. يعني رجوله رجوله. الواد ده غويته من الاخر يعني. خش عليا خش. انجي انا. ايوه انجي انا. الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول. ها لحظه. عشان 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 انا احبك. انجي انا احبك. ايوه اعشقك. ايوه ادوب في هواك. ولكن يا علي من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت هتتأكدي؟ استنى يا عم، دي بتقول لك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى دلوقتي يا تأكدي يا هانم. أيوه. إن عيون العدالة ساهرة. الله انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا هروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يورني. بقولك ايه، ارمي على الواد اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت الرجلين فرقه. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبة فندي. يا عيله وعصر كلكم تقال. تيجي دولك. اتفضل يا السودا ولا كنز. انت مين يا عم؟ تيجي دولك. قابل يا عم الليمبي. تيجي دولك. اتفضل لما يجي دورك. 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 اتفضل اهو ده هو. كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ ايه الناس اللي انت لابسه ده؟ انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس بالراحه شويه كده. مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. لا البس ايه دي؟ عايز بكام فول فيها دي؟ فول البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا سمو الامير؟
وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمه ده كل المحروس عارفه. لا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. تشرفتوا ونورتوا يا رجاله، انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. يسيبك بخير يا سمو الامير. السلام عليكم. اهلا اهلا بالامير طربان، وانا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. انا قلت اجيلك طالما انت مش بتسال عني. انا ما اقدرش يا امير طربان، بس كل الحكايه اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين، ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبه دي. انا عايز اخبار اخبار. انا وصلتني اخبار ان قمر الدين ده يقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني، هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. انا من اللحظه دي كل اذان صاغيه. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما انا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح ايوب الله يرحمه. الفخر كله الفخر لطربال ابن غربال ان تمنحني مولاتي لقب البلوى المسيحة. كفانا نفاق، الامر خطير جدا ومش محتاج اي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح ايوب الله يرحمه. الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وأنا آخر من يعلم؟ إذن أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في المنصورة. استنى مكانك. مولاتك شجرة الرز ما أمرتش حد بالانصراف. طول عمرك أرعن وأهول وفتح صدرك. اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمه. انا عندي مشكله. خير خير يا مولاتي. انا عايز اتجوز. ايه
ولازم اختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعا، واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الان وخليكم حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني اجهز نفسي للرحيل، اخد بعض النضرجيه واروح عشان استطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، انت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الان ودعوني اناجي شجوني. انت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال، تعمل ايه؟ قول له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل اللي بعده. انا قولي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك اه